نحن مشكلتنا بالداخل مو مشكلتنا بالخارج. يعني طبعا عدونا الخارجي بنعرفه مين هو، بس عدونا الحقيقي اللي موجود علينا اللي موجود وراسنا. مين هو عدونا الحقيقي؟ اللي حاكمنا بالبندقية وبالبصار. لما بتكون انت وطني فعلا ما بتخبي ابنك، بتبعت اولاد الناس للقتل، ما بتتعامل بشان حتى تقعد على كرسي بتخلي ما بتخلي شعبك يجوع، ما بتكون هيك. في شيء ممنوع، انه نحن ممنوع انه نطالب بحقوقنا، ممنوع نقاتل اسمنا ارهابيين، ممنوع ندافع عن حالنا، ممنوع علينا كل شيء، ممنوع نحكي ونعبر عن راينا بالحكي، بدراما، باي شيء، حتى بالفنون التشكيليه، باي شيء ممنوع. يعني طب وليش عم نستسلم لهالممنوع نحن؟ البارودة بتخوف، السلطة بتخوف، السجون الموجودة بعالمنا العربي مرعبة.